السلام عليكم أخواني متابعي قناة شروحات بالعربي، معكم أخوكم زكريا من سوريا. بالفيديو السابق شرحنا عن الديود والمقاومة، واليوم رح نشرح عن المكثف بطريقة سهلة وبسيطة يفهمها أي إنسان مبتدئ في مجال الصيانة الإلكترونية. أخواني، هي أشكال المكثفات مثل ما انتم شايفين في الصورة امامكم، عمل شحن وتفريغ، يعني بشحن وفرغ، والغاية منه تثبيت الجهد في الدارة الالكترونية. اخواني، هاي الاشكال اشكال المكثفات. المكثفات تنقسم لقسمين، قسم قطبي وقسم غير قطبي. أقسام القطبية بيكون عليها إشارة من هون، شايفين مثل هاي الإشارة الصفر، هاي بتدل على السالب، هاي كذلك الأمر إشارة، وهاد بيكون له إشارة نفس الشيء. أما الغير قطبية مثل هذا المكثف غير قطبي، هاي هون بتدور بالكرت الغسالة، هذا مكثف غير قطبي، مكثف غير قطبي. يعني كل شيء ما بتشوف عليه إشارة بيكون غير قطبي. أخواني، المكثف منقسم لقسمين، شحنة زائدة، شحنة موجبة، وشحنة سالبة، الغاية منه تثبيت الجهد. طريقة فحصه له جهاز خاص في طريقة الفحص بالأوفو متر، في هذا الأوفو ما بنجح ولا خرج التعريف، يعني لا يمكن معرفة إذا كان صالح أو لا. قراءته، أي مكثف له قراءة للبديل، خلونا نجيبها واضحة. هذا هون 400 فولت، هي 400 فولت، 47 مكرو فارات، هاد خلونا نكبر، 220 مكرو فارات، 16 فولت. هاي بالنسبة للقراءة تبعي، القراءة اللي بتخصنا كفنيين صيانة، نحن راح ناخده إذا شكينا فيه. أخواني، الفحص بصير نحط الأفومتر على الإجرتين، إذا أعطانا صفير هذا بيكون هون في عازل بين الشحنة السالبة والموجبة، راح تكون انهارت هاي العازل فبتعمل توصيل، هذا بيكون عاطل غير صالح للعمل. او بتشوف بعض التنفيخات هون موجود، انتفاخ مثل هذا هون الابيض، بتشوفه مرتفع وتنفيخات متفجر. ايضا من اعطاله يعني عدم تثبيت الجهد، يعني بيكون عندك 5 فولت، 5 فولت راح تشوفها 2.5، هي لازم تكون 5 فولت، يعني المعالج بتغذى 5 فولت. تجي على اجرين المكثفات السطحية الموجودة، راح تلاقي يعني يوجد 2.5 فولت، 3 فولت، بيكون احد المكثفات هي عاطل، بيكون في تغيير. في هدول المكثفات السطحيات، هي المكثفات السطحية شايفين، هي كلها مكثفات سطحية، رمزة سي، الرمز تبعها سي على البورد، الرمز سي. أغلب الفنيين ما بيشتروا جهاز فحص المكثفات، وأنا ما بنصحك إني تشتريه، ما بده يفيدك في شيء،
هو بيفيدك ما في شيء، اي المعدات كلياتها بتفيد، ولكن بالاغلب الفنيين ما بيحبوا، يعني ما بيشتروا اجهزة الفحص تبعيته. وهذا كل ما هنالك من المكثف بدون ما ندخل في صناعته ومن ايش بتألف. ما بيهمنا نحن كفنيين صيانه، هي اسهل شيء، يعني عبارة عن نشرح شرح خفيف وبسيط للفني، وما يكون الفيديوهات طويلة ومملة. نحسن نتعمق فيها أكثر من هالأمر، ولكن نحن كفني صيانة والأخوة بطلبوا فيديوهات قصيرة. بالأخير لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. أخواني هي بعض الشروحات قبل ما نكمل شرح دور الصيانة الإلكترونية. إن شاء الله بالفيديو القادم راح نشرح عن المعالج أيضا، عن المعالج، طريقة فحصه، طريقة التأكد منه، طريقة سحب سوفت ويره، إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. ولا تنسونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.